يعني احنا في العشر الاواخر وفي الليالي الوتريه، وكلما سلم الامام من ركعتين اذا بهذا اللي يصلي بجواره كبير في السن، ما هو طفل صغير، ماذا يفعل؟ يحط يده فين؟ في جيبه، ويخرج ايش؟ الجوال، كان الربع ساعه هذه منعته عن العالم، ويراجع يراجع 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 الواتس وهنا، ويدخل في تويتر وكذا، والامام قد انتصب لركعه جديده في تسليمه جديده، ولا يترك الجوال الا لما الامام يقول الله اكبر وهو ايش؟ وهو راكع. اي والله الذي رفع بلا عمد، وهكذا حتى انتهت الصلاه. نصحته يا شيخ؟ اي نعم، كيف ما انصحه؟ لازم انصحه يا اخي، اديني النصيحه. هذا لابد. يقول الشيخ بن عثيمين هذا الحديث في الأربعين النووية، الشيخ شرحه، الدين النصيحة الحديث، ورواه مسلم، قال أسلوب حصر وقصر، تقديره ما الدين إلا النصيحة. لم بغي نحن تناصح، فبعد الصلاة انتهينا من التهجد، طيبته سلمت عليه، قلت له اليوم لقد هزمك الجوال، انت اليوم الجوال انتصر عليك، الجوال اليوم انتصر عليك، وطول ما احنا في الركعتين ويك 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 دجاجة راح ودجاجة جاي، يعني لا أبلشنا، أبلش نفسه وجالس ركعة كاملة ما هو داري الأمام ماذا يقرأ، وفي الركعة الثانية كل ما جات ويك 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 انشغل ذهنه بيش مين اللي بعت لي، اللي كنت أخاطب وهكذا. ثم تحكي لي تقول لي ما عندناش خشوع في الصلاة، خشوع يجيك من فين؟ خشوع هذا لا يباع ولا يشترى، الخشوع هذا حياة ايش؟ حياة القلب.